اليوم فرحانة بزاف بزاف أنني غنكون من نجوم ضمن نجوم مشاركين في مهرجان أو موسم طنطان. ناسها الغزالي، ناسها الظريفين، ناسها الكرماء، متشوقة أنني نشوفهم اليوم. أكيد غيكون حفل معتبر إن شاء الله مع الجمهور الصحراوي اللي دائما ما كيبخلش علينا بالعطاء ديالو وبالحضور ديالو وبحبه لكل الفنانين المغاربة. مجدين كل خير ضروري في ما كنت كتكون الحيحة، في ما كنت كتكون حاجة زوينة إن شاء الله. اليوم كل ما هو جميل غادي يسمعوه إن شاء الله، من طربي، من شعبي، من مغربي، من كل شيء، كل شيء، جميع الألوان والأنواع يشوفوها اليوم إن شاء الله. مازال ما شفتونيش اللون الصحراوي، إن شاء الله كان وعد الجمهور الصحراوي بأغنية إن شاء الله حسنية صحراوية إن شاء الله، وكذلك عندي عمل وطني صحراوي إن شاء الله قريبا، إن شاء الله ينزل وينال استحسان الجمهور الصحراوي والمغربي. منظر غزال هو كيتكلم على نفسه وكيتحدث على نفسه الصراحة، وأنا شوف فين ما كاين الخيام والقعدة الصحراوية وهذا كتكون طابع مغربي صحراوي بامتياز.